Buda. أمير بوكا وأيمن عبودة دون أجمل كل اثنين وجمعة من ماضي تيثر الخمسة على أجمل. السلام ومرحبا بكم الناس الكل مرة أخرى، عدنا لأربعة وسبعتاش دقيقة عبر موجات راديو ميد في ستاد ميد. معكم أنا أمير بوكا كنت ميكرو، تحياتي لكم السادة المستمعين الكل تحقتوا بنا طوال، تحياتي كذلك لأيمن عبودة المشاغب في الكوان المسيون. مرحبا عبودة. ويرحم والديك برا عدني في الكيب ناسيونال توردني مشاغب ربي يستر وبر يرحم والديك. تحياتي كذلك العلاء الدين العوني في الإخراج الرقمي، سمية في الإخراج. عبودة وصلنا لوقاية العادة وقاية الربح، شنو الماتشوات اللي نجموا يلعبوهم الناس الكل في درجي اللعب مع البيت 216. دجيلا مع بيت 216. مع بيت 216 لعبك مضمون وربحك مضمون. نجمو ديريكتومون نحكيو اليوم امير للسيزون تاع كره القدم، والبي 216 تلانسيت تو تو الجمعه هذه تتلانس رجعت تشامبيونز ليغ، رجعت لوروبا ليغ، البطولات كل مينيموم دوزيام جورني. دونك نجمو نقولو تو تلانسيت اوفيسيلمون السيزون تاع البي 216 ومتاع لي جو هذوما. دونك بالتوفيق الناس الكل، كثر التو ما عندكمش حتى اكسكيوز باش تخسروا، معناتها تو كثروا الماتشوات، ماكمش اوبليجي باش تلعبوا على ماتشوات بيان ديتيرميني. نجمو تدلوا على الكره كيما تحبوا، تلعبوا 3 2 4 اليوم فما ماتشوات، نهار 3 فما ماتشوات، نهار 4 فما ماتشوات، خميس جمعه سبت احد جمعه كامله وانت تلعب. دونك مش لازم تلعب باش تربح اليوم، تنجم تختار بكل نهار ماتش على جمعه تلم 6 7 ماتشوات تعمل كوتا باهي وتربح من الاخر جمعه ممكن ياسر الحكي. دونك ندخل ديريكتومون في المباريات اللي اخترناهم لكم الجمعه هذه في البيت 216.1. نبدا بمباراه اليوم، المباراه الاخيره في الجوله اللي فاتت في الكالتشو اللي هي تورينو تستقبل فيها ليتشي. دونك الماتش هذا يتلعب اليوم 8 غير بون تاع الليل. تورينو في تورينو 1.49، ليكس 4.42، وليتشي البرا 6.81. دونك الاختيارات نتاعي لوجيك مانيش نصعبها برشا عليكم. تورينو لاست شيح 1.49، لا اكس تاع تورينو للضمان، الواحد يبدا خايف ما تعرفش بعد ساعات واحد اكثر، معناتها مش نقعدوا نحكيو على الماتشات اللي فاتت مع كثر السيتي، مش نقعدوا نحكيو على الماتشات اللي فاتت اما كثر السيتي اش عملت مع نورويتش. حتى ليكس ما عادش يخلص. فهمت، هذا السيتي مع نورويتش سيرفيس كبير ياسر، ما نتصورش معناها انا ما حكيتش عليه المباراه، حكيتش عليه المباراه اللي فاتت، ولكن ما نتصورش حتى واحد يرى في البيت 216 باش يفلت ليفربول ولا السيتي نهار السبت. دونك ليفربول تعدى رغم اللي كانت خاسر بعد بلاش، ربحت هذا بواحد اما السيتي خاسرت. وحاجه اخرى ابو ديجا حكيت انا وانت في الاوف اللي راهو بخلاف السيتي عندك الاتلتيكو خاسرت مسيسيداد 2 بلاش، البايرن طاح في فرقه تعادل مع لبسيك. لا البايرن لا نذكرك معناتها هذه بالعكس، انا قلت لك لبسيك ما تخسرش كنت البايرن، قلت لك جي جي سور هذاك من ناحيه ولا حتى حد، وقلت لك لا 6 نتاع لبسيك، قلت لك لبسيك ما تخسرش. اليوفي تعادلت مع فيورنتينا 0-0، هذيك مفاجاه، هذيك مفاجاه ولكن قلت انا تنجموا تلعبوا الدو نتاع اليوفي والليكس دو للضمان، مش معناتها قلت لك معناتها احنا علامه، ولكن حكينا على ليكس 2 قلت لفيورنتينا علامة خاطر لازم كيما نظاره هي علامه عندها معنى اخر. دونك اللي حابين ندخلوا لك اللي معناتها راهو فيورنتينا اليوفي فيورنتينا اللي حبيت نقوله لك انا ان شاء الله ديما شيخ هكا عبود البيضا سونسيس. الحمد لله يا رب شيخين والحمد لله يا ربي قاعدين نخليو العباد زاد تدخل في جو مش تاع ستريس، على خاطر الالعاب هذيا فيها برشا ستريس، تبدا عندك ماتش برك تستنى فيه، تقعد لك السيتي في العشيه واحد الخمسة ونص تاع العشية، السيتي تربح تدخل انت الكوبون تاعك، السيتي تخسر ثلاثة مع نورويتش مازال كي طلعت عندها درجين في البريمير ليغ، رغم اللي عندها تاريخ كانت تلعب في قبل، طيحة كاية في كوبون، سامحني في كلمة تقعد تغزل زاد. دونك فيها برشا ستريس، احنا ديما نحبوا نديكومبريسيو شوية ونضحكوا في هذا الكوبريتو راهو ما يقعد كان جو. مازال عندي خيار واحد آخر أخير في تروح اليوم تورينو ليتشي اللي هو أن لا بريمير ميتون. أن لا بريمير ميتون كان حدث وقعد نستعمل فيه برشا وراهو يعاون برشا، خاطر كان مش نعطيكم جوست معناتها اكزامبل على اهميه الان بريمير ميتون. بعد ساعات من الجمعه اللي فاتت حكيت لكم على المباراه، كان ترجعوا حتى بالباج تاعنا نتاع الراديو التونسي على الباج اوفيسيال في الفيسبوك تلقاو اللي قلت لكم على ليون اللي كان تلعبوه انا بريمير ميتون اعز حاجه. انا بريمير ميتون خاطر ليون بعد عادي يعدلوا لها ولا تخسر المباراة، وهذاك اش صار؟ ان بريمير ميتون احسن كوتا 2.32 كوتا كبيرة، وليون ربح 2-1 في البريمير ميتون، كانت خسر بعد بلاش قبل 2-1 في البريمير ميتون، يعدلوا لها في الدقيقة أميان هي الجمعية، تعدل لها في الدقيقة 90. معناتها
لي كوانسيدونس اللي صاروا اللي ماركاو لها زوج جمعيات كانوا زوج جوارات كانوا يلعبوا في ليون اللي هو جالي لاري دروا وبودمير اتاكون كان في ليون زوج ماركاو لها ولكن عدلوا لها في 90 دقيقه 90 اميان دونك لعبتوا على بريمير ميتون كنتوا تدخلوا كوتا كبيره 2-32 وترتاحوا منها هذاك انا ديما نحب نمشي على الان بريمير ميتون كنت جمعيه في بلاي كنت جمعيه قويه سورتو في اللونتا نتاعها هذا بما يخص تورينو ليتش نتاع المباراه الثانيه اللي هي مباراه زاده اخيره من البريمير ليج اللي استون فيلا تستقبل ويست هام دونك الماتش هذا يتلعب زاده اليوم 8 نتاع الليل استون فيلا في بلادها 2.68 ليكس 3.39 3.39 ويست هام برا 2.65 زوج خيارات مانيش باش نتفلسف برشا اكس 2 نتاع ويست هام انا في مخي ويست هام ما تخسرش في استون فيلا اللي هو 1.52 داير حتى كي نجي تشوف الان اكس تاع استون فيلا تلقاه 1.53 مش بعض على بعضهم ماذا الاكس وارد في المباراه هذيا دونك انا اخترت الاكس 2 نتاع ويست هام واخترت الجي جي عادي يمركيو زوز اي جمعيه هذوما يقبلوا برشا ويمركيو برشا ما عندهمش اشكال من ناحيه هذيك كنت مش بعيده على الاخرى اللي هي 1.51 هذه بما يخص مباراه استون فيلا ويست هام تو باش نتعداو للاوروب والتشامبيونز ليغ والاوروبا ليغ قلت لكم ثلاثه مباريات ولا لي تروا شوك نتاع تشامبيونز ليغ نتاع نهار ثلاثة ولا أربعة هذايا واخترت لكم المباراة أكثر مباراة يمكن يكون فيها ربح مش أكثر واحدة فما زادها ما اخترت لكم واحدة بركة نتاع الأوروبا ليغ نهار الخميس نبدأ مباشرة بالمباراة نهار ثلاثة اللي هي غدوة تتلعب هذايا 8 نتاع الليل نابولي تستقبل ليفربول نابولي في نابولي في إيطاليا 3-0-3 ليكس 3-58 وليفربول البرة في نابولي 2-29 كنت الكل قرب لبعضهم وفرص أيه. نابولي كبيرة ياسر حتى ولو معك. صاحب حامل لقب الليفر ولكن نابولي زاد فريق قوي ياسر معك نابولي فريق قوي ياسر ومدرب كبير ياسر أنشيلوتي ولكن ليفربول زاد جوها البرة كثلاثة كثلاثة الرموح اللي عندها القدام كي تسيبوا ما تشدوا معناتها فيرمينيو صلاح وماني توريجي يستنى على البنك معناتها ماهوش ناقص مع رجوع اوكسلين تشامبرلين معناتها جمعيه قويه ياسر سنه ليفربول ولكن انا اخترت ثلاثة فرضيات بعد ياسر خاطر المباراة هكا كيما قلت انت يا امير اللص والدو والليكس نتاعها ماهوش واضحين نابولي تنجم تربح تنجم تعمل ليكس ليفربول تنجم تربح تنجم تعمل ليكس دونك بعدت على النتائج نتاع المباريات واخترت الاهداف دونك اخترت جي 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 1.59 لي دو زيكيب ماركرون زوزي ماركيو معناتها مينيموم 1-1 في المباراة جي جي 3 بلس 1.86 معناتها لي دو زيكيب ماركرون زوزي كيباتي ماركيو ولكن أقل حاجة يكون ثلاثة أهداف مجموع الأهداف في المباراة معناتها مينيموم 2-1 جمعية منهم واخترت بلوس كو 2.5 أكثر من زوز ونص من زوز ونص اللي هي مينيموم ثلاثة أهداف أقل حاجة ثلاثة أهداف 1.74 اخترت الأهداف في المباراة هذيا ما اخترتش النتيجة مباراة الموالية في الشامبيونز ليج واللي هي تتلعب من الأربعاء 8 متاع الليل أتلتيكو مدريد تستقبل اليوفي نذكروا عملناه الريميك بتاع مباراة عملناه في الثمن النهائي ولا ربع النهائي نسيت بالضبط وين ولكن أتلتيكو مدريد اليوفي وقت ربح أتلتيكو في مدريد 2 بلاش عمل ريمونتادا كريستيانو في تورينو 3 بلاش نذكروا بركدي مباراة ممتازة وقت من كريستيانو رونالدو دونك نبداو مباشرة باللي كوت نتاعنا في البيت 206.1 أتلتيكو مدريد في مدريد 2.44 ليكس 3.05 واليوفي البرا في مدريد 3.22 اخترت الان اكس نتاع اتلتيكو مدريد 1.36 اخترت هذا بلوس كو 1.5 في المباراه اكثر من 1.5 معناتها مينيموم زوج اهداف مجموع الاهداف في المباراه الكل 1.50 مش شويه واخترت الجي جي 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 ماهوش وارد ولكن ديما كريستيانو عنده مع اتلتيكو مدريد عادي ماركيلها واتلتيكو مدريد في بلادها بالهجوم اللي عندها معناتها بدييغو كوستا وبجو فيليكس وبليمار كل هذوما معناتها عبيتنا وفيتولو اللي هو في فورما زاده تنجم في اي طريقه تماركي ولان اليوفي بدايه الموسم ماهيش ممتازه دونك عادي تقبل اليوفي وعادي كريستيانو يماركي معناتها في مدريد ولكن لاحظوا اللي الكوتا نتاع جي جي كبيره 2-0-6 لذلك ماهوش سهل جي جي ولكن كان يدخل كوتا كبيره بالكدا 2-0-6 نمشيو المباراة قبل الأخيرة والأخيرة في الشامبيونز ليج اللي هي تتلعب نهار الأربعاء زادة 8 نتاع الليل قمة زادة من القمم اللي هي بي اس جي ريال مدريد بي اس جي في باريس 2.17 ليكس 3.70 وريال مدريد البرا في باريس 3.16 اخترت الأن إكس تاع بي اس جي ما تخسرش بي اس جي هذا الشيء يقول لي مخي ما تخسرش بي اس جي ريال مدريد ماهيش في فورما بي اس جي ماهيش في فورما لكن رجع نيمار
ورينا اش عمل مع ستراسبور رغم اللي يبدا في اخي بحالته ولكن مش يلعب مش يلعب في المقابله الجايه نيمار بحكم البطاقات الحمراء اللي عنده من قبل باش يكون منقوص مش يكون مشارك في مقابله الريال منقوص هو أي. مش يلعب مقابله ريال مدريد وي هذا ما سمحني ما كنتش في بالي بها المعلومه قايمه امير كم مش تسيف في الاكس تا بي جي ما تخسرش مش تسيف في الاكس تا بي جي ونجموا نبعدوا عليه جمله كي ولات المعلومه هذيا اللي هو انترونتيت ونلعبوا الاهداف نجموا نحطوا جي جي زوزي ماركيو 51 وين نحطوا جي جي 3 بلس زوزي ماركيو مينيموم 3 اهداف مجموع المباراه كاهداف معناتها 173 المباراه الاخيره اللي هي في الاوروبا ليغ اخترناها لكم اليوم اللي هي بوروسيا مينشنغلادباخ تستقبل وولفزبيرغ وولزبرجر سمحت سامحوني وولزبرجر جمعيه ما مش همبرجر لا فولسبورغ ولا همبرجر هذه وولزبرجر باه اي دونك بورصه مونشنغلادباخ في المانيا 31 ليكس 85 وولزبرجر البرا 875 المباراه تتلعب من نهار الخميس 8 تاع الليل زاد دونك اخترت اللص شيح تاع مونشنغلادباخ 31 أنا بيرن ميتان تاع بروسيا مونشنغلادباخ 1.74 واخترت نو جول اش معناتها نو جول؟ معناتها كيف بركة تماركي والاخرى ما تقبلش عندنا مونشنغلادباخ باش تربح وولزبرجر هذا مش عاجبني وولزبرجر تربحها بدون ما وولزبرجر تسجل في شباك بروسيا مونشنغلادباخ نو جول كوتا ممتازة 2-0-3 باهية برشا كوتا واضح حتى كانوا في 0-0 وكيف كيف نو جول اي نو جول دونك كوتا ممتازه دونك ان بريمير ميتون 1.74 لاست شي تاع بوروسيا مونشنغلادباخ 31 ونو جول في المباراه 2-0-3 معناتها حتى كان وولزبرجر تعمل مفاجاه وتربح بروسيا مونشنغلادباخ واحد بلاش ولا اثنين بلاش ولا ثلاثه بلاش وانت طالع تتعدى زاد الكوتا هذي هذا ايش كان عندنا اليوم في البيت 216.1 امير عبودة قبل ما نختموا السؤال وكهو جوست بايجاز كانت تقول للناس المستمعين الكل كيفاش يدخلوا اكيد الموقع نتاع البيت 216.1 كي يدخلوا على الموقع كيفاش نجموا يلعبوا مباريات اكيد معناتها ساهل ياسر سيت هذا معمول باش يكون ساهل للعباد اللي تشارك ما تسحقش معناتها باش تكون باك بلوس 18 باش تدخل ساهل ياسر تعمل تحل تليفونك تدخل على جوجل تكتب بيت 216.1 يخرج لك على جوجل كليكي على اللين نتاعو تدخل تلقى من فوق فما ايكون صغيره مكتوب عليها سانسكرير تنزل عليها وتبدا تتبع في ليزيتاب بشوي بشوي ما فيهاش علم اليدون تتبع ليزيتاب كل واحده بعد ساعات تصيروا مشاكل ما هي مشاكل تاع كونيكسيون كاين تاع كونيكسيون باش كاين تاع سيت وكاو تتبع تعمل الانسكريبسيون تاعك بعد الانسكريبسيون تاعك تمشي لاي موقع اي حماس اي بلاصه تلقى فيها بوانت فونت بوانت فونت تاع بي 216 داير تلقاه حتى في الباج تاع الاوفيسيال في الفيسبوك تلقى لي بوانت فونت تاع تنجم تدخل على الباج تلقى بوانت فونت تاع لي كارت دو ريشارج ولا الفوتشر تاع البي 216 تمشي تشارجي باللي تحب عليه بالدينار بالفين بالخمسه بالعشره بالدينار التونسي بيان سور تبدا تلعب على روحك كيما تحب انت ومع البي 216 ربحك لعبك مضمون وربحك مضمون تفضل سي امير Okay. Virginia, my bet 216.